المشكلة بدت من الساعة 11، فكان المجدد جمال قطعة الأرض ده هي 9 جرايد بتاعته واتنين بتوع نسيبه لسيسة حاجة بقوه ب 11 جرام. عرضوا عليه المبلغ لغاية الجرات، يعني قالوا ده انا هلف على سور ومنين ما اقعد ابيع انتوا اولى. الايام اللي فاتت ده جامد هي في الحارة برضه، واحد جاب عربية اسمنت من البلد من هنا، راحوا طلعوا عليه ضربوا الضرب عليه ومسكوا ولاد ابو حلمي دولهم. الايام اللي فاتت ده هي قولوا بالعافيه بالغصب احنا ناخد قطعه الارض ده هي هنشتريها. طب قد ايه؟ قولوا من قطعه الارض ده توصل لغايه 300,000 جنيه. قطعه الارض ده هي في حدود 18 جرام. حاليا الوقت انا بقيت عند الناس اللي هم الجماعه المسلمين الجرات اللي على الوش بيبيعوه ب 100,000. خدوهم ب 30. خدوهم كام؟ ب 30,000 جنيه. يعني غصب عن عينيا اضحي وبيع والم ولادي ولا يموتوني. يعني هم كانوا متربصين للبلد عشان البلد مثلا مسيحيه وعددها كبير وعدد البلد ناجح والكلام دوت، هم اي مشكله كان يقفوا ويكسرونا. يوم سقوط مرسي كانوا بيحرقوا العربيات والناس وهي طالعه المحاجر في الصبح، كانت مع الساعه 4 يقفلهم في الشام ويضربوا عليهم طوب. جلسه الصبح مين خد حقه؟ لا المصابين خدوا حقهم ولا الموتى خدت حقه، يبقى احنا خدنا ايه؟ ادينا احنا اللي بينا الضحيه. انا ضربت حوالي على الساعه 4 ونص، اول واحد اتضربت انا، ورحت عقبال ما الدكاتره بتاع البلد واتجمعت خططت لي. ما قدرتش مثلا عربيه الاسعاف اركب فيها، خفت عربيه الاسعاف الامن مش هيرضى يطلع وراها. طب بتاع الاسعاف لا ملهوش لا حول ولا قوه، هينزلوا وهينزلني انا ممكن يموتني، قوم خفت اعمل محضر ازاي؟ كنت قاعد عند بيتنا واتعورت، لقيت الزيطه دي قدامي فانا ماشي رحت اتعورت وانا قاعد عند بيت. جات لك رصاص حيفي؟ رصاص حيفي. رصاص حي قدام بيت، يعني ما كنت بعيد عن الاحداث. انا كنت بعيد عن الاحداث خالص. احنا ضد الصلح العرفي بكل صوره، لكن احنا بنلجا ليه لسببين. اول سبب ان المصالح متعطله تماما. تاني سبب ان احنا نخشى ان الموضوع يتطور من نزاع على قطعة ارض الفتنه الطائفيه ونبقى احنا في النص. يعني هنبقى من كل حدق وصعب، يعني البلاد كلها تقول تتلم علينا. فاحنا مضطرين، ايوه مضطرين لجلسه الصور. من ساعة مرات عده مرات تم قطع الطريق من ساعه الثوره، يعني يمكن اكثر من 5-6 مرات من ساعه الثوره، وفيهم كتير ولا 100 مره استيلاء على اموال، وازاي يعني اعدي من على القريه اللي الخصم وما فيش اي طريق تاني غيره، يعني ما عندناش اي طريق تاني غيره. عندنا اكتر من 83 طالب في دبلومه تربويه غير الكليات النظريه، كل ده لم يتمكن من اداء امتحانات.